قناة المجلة تشكر جمهورها الكريم على الدعم المتواصل، وتدعو المشاهدين الجدد للاشتراك بالقناة. قم بالضغط على زر الاشتراك باللغة العربية أو سبسكرايب بالإنجليزية، واضغط على علامة الجرس كي يصلك إشعار بالفيديوهات الجديدة كما يظهر على الشاشة. إخوتنا الكرام، إن أفضل الأيام وخيرها هو يوم الجمعة، فقد حثنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على كثرة الدعاء والصلاة لما لها من أجر وثواب كبير، ولكن هذا لا يعني عدم أهمية باقي الأيام، بل كل يوم وجب علينا الدعاء فيه، ولكن يوم الجمعة مشتمل على ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. واختلف العلماء في تعيين تلك الساعة بسبب اختلاف الروايات الواردة في تعيينها، ففي بعضها أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يقضي الصلاة كما في صحيح مسلم وغيره، وفي بعضها أنها بعد العصر بدون تقييد، وفي بعضها أنها آخر ساعة منه قبل الغروب كما ورد في أحاديث في المسند والسنن. وقد رجح جماعة منهم الشوكاني أنها آخر ساعة قبل الغروب، وذكر أن ذلك أرجح أقوال أهل العلم، وأنه مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة. وذكر أن حديث مسلم المتقدم معل عند أهل الحديث، ومن أهل العلم من قال إنها قد أخفيت في يوم الجمعة كما أخفيت ليلة القدر في رمضان، ولعل الحكمة من ذلك أن يكون العبد مثابرا على الدعاء في اليوم كله فيعظم بذلك الأجر. وعلى كل حال، فعلى المسلم أن يجتهد في اليوم كله يسأل الله تعالى أن يوفقه لها ولغيرها مما يحب الله ويرضى، والله لا يرد من دعاه بإيمان وصدق. وأما تحديد مدة تلك الساعة بالضوابط الموجودة اليوم من دقائق وثوان، فلم نجد من تكلم عليها، ولا شك أن هذه الضوابط لم تكن موجودة في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الدعاء هو لب العبادة وأساسها، وإليه يلجأ المسلم في وقت الشدة ويذكره أيضا في وقت الرخاء، ومن الدعاء ما ثبت بالدليل الشرعي أنه مستجاب، ومن ذلك دعوة ذي النون، فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد تشهد ودعا، فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. رواه النسائي والإمام أحمد. ومن الأدعية المأثورة ويسمى بدعاء الحاجة ما رواه الترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء، ثم ليصلي ركعتين،
ثم ليثني على الله عز وجل وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. إخوتي، عليكم بالإلحاح في الدعاء دائما، فإن الله يستجيب لك، ولا تترك الدعاء إذا لم تجد أمارة لاستجابة الدعاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. متفق عليها. ولكن للدعاء موانع تمنع استجابة الدعاء، فعلى المسلم أن يحذر منها. من ذلك تناول الحرام أكلا وشربا ولبسا، فقد ذكر الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ الدعاء بالإثم أو قطيعة الرحم أو الاستعجال وترك الدعاء. فقد أخرج مسلم أيضا في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر ويدع الدعاء. أما العلامات التي يعرف بها العبد أن دعاءه مستجاب، فلا نعلم أن الشرع جاء بذكر علامات تدل على استجابة الدعاء، وقد ذكر بعض العلماء علامات يستدل بها على استجابة الدعاء، فقد قال صاحب كتاب عدة الحصن الحصين فصل في علامة استجابة الدعاء، قال: علامة استجابة الدعاء الخشية والبكاء والقشعريرة، وربما تحصل الرعدة والغشي والغيبة، ويكون عقيبه سكون القلب وبرد الجأش وظهور النشاط باطنا والخفة ظاهرا، حتى يظن الداعي أنه كان على كتفيه حملة ثقيلة فوضعها عنه. قال الشوكاني معلقا عليها: وهذه العلامات التي ذكرها المصنف هي تجريبية، فلا تحتاج إلى الاستدلال عليها، وكل فرد من أفراد الداعين إذا حصل له القبول وتفضل الله عليه بالإجابة لا بد أن يجد شيئا من ذلك، والله ذو الفضل العظيم. فالعبد مطالب شرعا بالدعاء مع اليقين بالإجابة وحضور القلب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. رواه أحمد والترمذي والحاكم. إن يوم الجمعة يشمله كله ما قبل الصلاة منه وما بعدها، فلم نقف على ما يدل على تخصيص وقت منه بالفضل سوى الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، والراجح أنها آخر ساعة من هذا اليوم قبل غروب الشمس. أما عن الصدقة في ليلة الجمعة ويومها يكون ثوابها أعظم. قال ابن القيم في زاد المعاد متحدثا عن خصائص يوم الجمعة: إن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام، والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره
فيتصدق به في طريقه سرا، وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضل وأولى بالفضيلة. ويسن كثرة الصدقة وفعل الخير في يومها وليلتها، ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها، لخبر: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. الحمد لله الذي تفرد بالجلال والعزة، واختص جبريل بالرسالة، وأمر إسرافيل بالنفخة، وملك الموت بالقبضة. هل أتاك نبأ الطوفان والسفينة؟ أم هل أتاك نبأ ثمود والناقة؟ أم هل أتاك نبأ الكهف والفتية؟ أم هل أتاك نبأ شعيب وأصحاب الأيكة؟ أم هل أتاك نبأ أيوب والرقدة؟ أم هل أتاك نبأ زكريا والبشارة؟ أم هل أتاك نبأ سليمان والنملة؟ أم هل أتاك نبأ هارون إذ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي؟ أم هل أتاك نبأ مريم إذ نوديت وهزي إليك بجذع النخلة وهذا هو الحبيب وخاتم النبوة؟ هل أتاك نبأه فوق البراق وعند السدرة؟ أم هل أتاك نبأه أمام العرش إذ سجد سجدة هي أعظم سجدة؟ فنادى ربه أمتي وناداه الجليل رحمتي سبحانه رفع السماء بالقدرة وعنت الوجوه للقيومة، سل الكرسي عن العظمة، سل العرش عن الإحاطة، سل سعد بن معاذ عن العرش والهزة، وأبا بكر عن حروب الردة، وعثمان عن جيش العسرة، سل دولة الصحابة، وسل كل الأمة عن الصيام وعن رمضان وعن القيام وعن كل سجدة وكل ركعة، بل عن كل تسبيحة. سبحانه رفع السماء بالقدرة. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك
ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، نخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة وانضم لأكثر من 1,000,000 مشترك، وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه.